وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بدبي. وقالت وزيرة التغير المناخية الإماراتية مريم المهيري إنه لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعية والمناخ على نحو عاجل.